أحياء. فالمؤمن ينبغي عليه أن يكون عف اللسان، ليس هناك أحيانا في بعض الكلم ما ينفع، وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي الحديث أمسك عليك لسانك، فبعض الكلمات لا جدوى من ورائها. وقد ابتلي الناس الآن في زمن التغريدات، فقلما يمكث أحدهم سويعات إلا ولا يصبر فيغرد، والتغريد يقوم مقام الكلام، لكنه إذا كتب يجري في الآفاق ويتناقله الناس. فكلما كان الإنسان ممسكا للسانه، ممسكا لسنانه، ممسكا لقلمه، لا يسارع في الكلم في الأحاديث في الأغاليط، ويتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.